كما تفقد سيادته ميادين التدريب والإعداد البدني، وتابع سيادته الطلبة والطالبات أثناء أدائهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع، والتي أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه بدنيا ومهاريا، وهي ميادين على أعلى مستوى تهدف لرفع الكفاءة والقوة البدنية وقوة التحمل للطلبة والطالبات. نسمع منكم رأيكم. عارفين الكلام اللي انا بقول ده معناه ايه؟ معناه ان انتم شفتوا النظام وفكرتم فيه وقلتوا احنا ممكن نطور فيه. قلتوا كده فيه في كل شيء، في كل شيء. طب حلمكم ايه؟ حلمك ايه؟ حلمي وجودي في الأكاديمية يا فندم، وبدأت حلمي الحمد لله، حلمي إن أنا أطور من نفسي، إن أنا هنا كل يوم بحمد ربنا إن أنا في المكان العظيم دوت. طب أنا هقول لكم على حاجة، اوعوا تبطلوا كلام، ما تبطلوش كلام، بس الكلام يبقى موزون قوي. يبقى إيه؟ موزون قوي. هيتوزن إزاي؟ بالمعرفة والقراءة، بالحقائق. فلما تيجي تتكلمي تبقى تتكلمي بموضوعية، وبتتكلمي بأساس ممكن الناس تسمعك وتقدر اللي انت بتقوليه من طرح لموضوع او كده. طيب انا كنت بسأل زمايلكم في المستجدين عن مراكز الاصلاح، في حد من حضراتكم عنده خبر؟ حضرتك اسمك ايه؟ لازم اول نورهان نايف. يا نورهان، عارفه كم سجن كان عندنا الاول؟ تفتكري كم؟ كان عددهم قليل، بعدين عرفت ان بعد كده في تطوير للسجون، وفي سجون تانية جديده بتتبنى كذا مكان مختلف علشان يبقى بنوسع السجون عندنا، وفي نفس الوقت احنا بنطور من الحاجات اللي موجوده في السجون من امكانيات وحاجات ان انا اطور بيها من المسجون اللي بيدخل عندي عشان اطلع شخص تاني نافع للمجتمع. ده كلام صحيح، ده كلام صحيح، لكن الفكره بتاعت المراكز ديت ان احنا كبني ادمين لما نخطئ ما وصلناش لاخر الدنيا، يعني الواحد ممكن يخطئ طبيعي، يعني بشر. احنا فلسفه العقاب اللي كانت موجوده قبل كده احنا طورنا فيها، مش عايزين نعاقب الانسان قد ما عايزين نصلحه. احنا جايبينه هنا عشان نحمي المجتمع منه ونحميه من نفسه، مش كده؟ تمام. طب ما نعمل برامج لتطويره وتحسين ادائه ومحاوله تغييره. كان عندي طريقين، الطريق الاولاني احاول اصلح اللي موجود ده، احاول ادخل عمليه تطوير واصلاح على الواقع اللي موجود، وانا لقيته مش جيد. عشان كده بقول لكم كلكم دايما تفكروا، ما تسيبوش الدنيا على حالها كده. اللي هيفكر هيقدر يوصل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني طالما ان في اخلاص وفي هدف للبنى والاصلاح هيجد ان ربنا دايما بيوفقه الفكره كويسه. طيب عشان اغير، لو تفتكروا لما جينا في المناطق الخطره الناس كانت فيها بتنام في الشارع، كان عندي برضو مصاري ان انا احاول احسن لهم حاجتهم وان انا اعمل مكان جديد خالص. انا اخترت التاني الاغلى اللي اكثر تكلفه بس قد يكون اكثر جداره. طب انا عايز اغير، عايز ابني شخصيه مختلفه، عايز اعمل اصلاح حقيقي للانسان ده. طيب ما نخش نطور على اللي موجود، فقلنا لا احنا نعمل شكل تاني. فتعملت المراكز ديت وابتدينا نخش نقول ان احنا هنغير حتى في الاسم. مش هنسميه ايه؟ مش هنسميه سجن تاني، هنسميه مركز اصلاح وتعيير، حتى يعني الصوره الذهنيه اللي موجوده في المجتمع عن السجن تتغير. ثم جوه مركز اصلاح دي نعمل بقى برامج اخرى مختلفه خالص، من اول مبيت الناس لاكلها لطريقه التعامل معها وحيدت العمل البشري. عايزه تنجحي حاولي تقللي، مش عيب ان البشر يحتكوا بعضهم، لكن حاولي تقللي احتكاك البشر مع الفكره
عشان تنجح. فقلنا ايه، هم كانوا بيحتكوا بال في النظام القديم، في احتكاك مباشر وفي ثقافه اتشكلت وفي حاجات كتير قوي غريبه جدا اتعملت انا ما اعرفهاش. ولما تشوفوا حاجه شوشروها بنظره نقديه. يعني نظره نقديه يعني مش انتقاد عشان الانتقاد، لا يعني نظره فاحصه، شوف اللي احنا عاملينه ده ممكن تضيفي حاجه، في النهايه هتشكلي فهم اللي احنا ماشيين بيه، ممكن تضيفي فكره او تضيفي اضافه للموضوع. في كل عمل هتشتغلوا فيه لو ده موجود معانا دايما هيبقى دايما احنا بنتحرك وبندافع للامام. التطوير بالمناسبه مش مرتبط بمرحله وبس، اقول ده اللي عملناه وده احسن حاجه ونفضل ايه زي ما احنا. لا احنا بنعمل نحسن ونشوف اللي احنا عملناه ده نقيمه، ومش عيب ان انا اعمل حاجه وبعد ما اعملها في تقييمي ليها لا ان انا محتاج اغير فيها اغير. طب كل سنه وانتم حضرتك طيب يا فندم.